السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وصحة جيدة. يا ريت بعد ذلكم ما تنسوش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وتدعمونا بلايك عشان يوصل لكم الجديد. والآن نوفيكم بأسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 14/7/2022. تتراجع اليوم أسعار الذهب 5 جنيهات وعيار 21 يهبط دون 1000 جنيه للجرام. شهدت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 14 يوليو 2022 تراجعا بحوالي 5 جنيهات على خلفية سعر الذهب العالمي، والذي سجل هبوطا ملحوظا إلى مستويات 1729 دولارا مقابل 1747 دولارا، مما انعكس على أسعار الذهب في مصر. وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا في سوق الصاغة بمصر هبوطا إلى ما دون 1000 جنيه للجرام إلى مستويات 995 جنيه للجرام وقت صياغة هذه السطور بدون إضافة مصنوعية على الجرام. أسعار الذهب اليوم الخميس 14 يوليو 2022 عيار 21 يسجل 995 جنيه للجرام، عيار 24 يسجل 1137 جنيه للجرام، عيار 18 يسجل 853 جنيه للجرام، الجنيه الذهب يسجل 7960 جنيه للجرام، أونصة الذهب 1729 دولار. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 14 يوليو 2022. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.